السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الدقائق الأخيرة بيبص عليهم من المنور: اتهام شاب تلصص على السيدات ب 15 مايو، البلاغ اللي وصل لرئيس مباحث ورئيس قسم شرطة 15 مايو، الأهالي في دائرة القسم اللي مسكوا شاب أعلى سطح العمارة اللي بيقوم زي ما بيقولوا بيقوم بالتلصص على السيدات أثناء استحمامهم وتصويرهم. الموضوع ده على فكرة منتشر ومنتشر جدا، ولكن ناس كتيرة جدا بتراعي فيه مشاعر جيرانهم، بمعنى ناس كتيرة جدا تلقاهم وظايف مرموقة جدا وبيطلعوا بيتلصصوا على السيدات أو من على شبابيك السيدات اللي هي الخاصة بالحمامات ويروحوا يتفرجوا عليهم. الموضوع ده على فكرة مش في محافظة واحدة، والله في محافظات كتير وبيحصل كتير جدا، وبدل المرة حصل مليون مرة. وللأسف تلقى الأشخاص دي مش عيال صغيرة ولا عيال مراهقة، ولا تلقاهم ناس كبير وكمن وناس عندهم قيمة في مكانهم وفي وظائفهم. بتحصل كتير، علشان برضو أجيب لكم للآخر، علشان كده التحذير لحضرتك والتحذير لحضرتك. لو حضرتك ساكن في مكان، المكان ده ممكن يبقى باصص على مكان تاني او على سطح عمارة تاني، او ان شباك الحمام بتاع حضرتك او شباك الحمام بتاع حضرتك بيبين حاجة تاني من مكان تاني في مكان مرتفع، خلي بالكم من الموضوع ده مليار مرة، لان الموضوع ده بيتكرر مرارا وتكرارا وهيفضل يحصل طول ما في ناس نفسيتها اللي جوه مريضة، هيحصل كده مرة والتانية والعشرة. للأسف وزي ما قلنا، وانا حضرت اكتر من واقعة بالمنظر ده، ولكن علشان الفضيحة ما تبقاش كبيرة بيحاولوا ان هم يدايروا على الموضوع والمحضر بيتقفل. بتلقوا منهم وظائف مرموقة، ومش عايز اقول على شكل الوظائف دي ايه، ولكن بتلقى في الاخر ان في واحد حد بيسمع صوت على سطح العمارة اللي جنبه او على السطح، يطلع يلاقي فلان الفلاني الشخصية الكبيرة اللي عندها العربية الكبيرة اللي في عندها المكتب الفلاني بيتلصص على السيدات، وللأسف بيقعد يتفرج عليهم وهم بيستحموا، وهم بيتفرجوا وبيتفرج عليهم وهم قاعدين في الصالة، بيتفرج عليهم وهم قاعدين أيا كان الوضع. وللأسف كمان لما بتمسكه وبتمسك التليفون بتاعه وبتديله العلقة المحترمة، انت هتعمل ايه اكتر من كده؟ بتلاقي بعدها على طول ان على الموبايلات بتاعتهم كلها بتبقى فيديوهات ومنتشرة. الموضوع ده اتكرر قدامي اكتر من 3 او 4 او 5 مرات، واتعملت فيها قضايا كبيرة واتعملت فيها محاضر كبيرة، ولكن القعدات العرفية كانت سائدة الموقف هي اللي بتخلص الليلة دي كلها. الموضوع ده رحت وكنت هصور حاجة زي كده، ولكن 3 او 4 او 5 مرات علشان الفضيحة ما تبقاش على الناس دي بالمنظر ده، ما كناش بنسجل المحاضر دي او ما كناش بنسجل الحاجات دي كلها، ولكن الموضوع معروف. يجي بعد كده يعيط في الاخر ويفضل يبكي، وفي الاخر يقول انا غلطان وده حصل قدامي مرارا وتكرارا، والله وظائف مرموخه. يجي يعيط في الاخر وبعدها على طول هيتفضح طبعا لو اتصور، وده محضر معمول والراجل ممكن يتكلم، ممكن يبهدله، ممكن يسجنه، ولكن في المجمل في الاخر بعد ما بيعيط الدنيا بتخلص عن طريق قعده عرفيه. يجي بعد كده تساله انت بتعمل حاجه زي كده ليه؟ يقول لك انا بعمل حاجه زي كده لان انا مريض نفسي من جوه، ده اللي هو بيقول، وبيعترف على نفسه كمان ان هو مريض نفسي. طب واحد زي ده نسيبه ولا نخليه يكمل الدنيا اللي هو بيعمل فيها؟ طب نفضحه ولا ما نفضحوش؟ نتكلم عليه ولا ما نتكلمش عليه؟ الموضوع الاخراني ده او الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الدقائق الاخيره، اللي هو الشاب اللي اتمسك وهو بيتلصص على السيدات وهما بيستحموا او اثناء استحمامهم، واتمسك كمان واتضرب من اهل العماره او على العقار اللي هو ساكن فيه واتعرف هو مين والحاجات دي كلها، برضو قال نفس الكلام، هو هي اسطمبه واحده. طيب المفروض في حاجه زي كده ايه؟ امسكه وبعدها على طول اعالجه، ولا اوديه بعد كده المصحه، ولا اشتكي لاهله لو هو صغير، ولا اشتكي لاهله لو هو راجل كبير ولو هو متزوج كمان وعنده عيال وبيحصل، تعمل له ايه في حاجه زي كده؟ هل تسيب الناس اللي زي كده ولا هل تعمل لهم محاضر وتفضحهم في مواقف تاني؟ في المجمل خلي بال حضرتك، سوري في اللفظ، وانت بتستحمي خلي بال حضرتك وانت بتستحمى، في نفوس مريضه كتيره قدامنا وبنشوفها كل يوم والتاني، علشان كده نخلي بالنا ونحط تحت الموضوع ده وما نستهونش بالموضوع، انه ممكن الموضوع يبقى قليل، موضوع زي ده ممكن يعمل جريمة قتل كبيرة عن طريق الناس اللي ممكن تشوف واحد زي ده يفكروه حرامي او ايا كان، واحد يضربه بالنار او واحد في الضلمة يقتله ايا كان، ممكن تحصل جريمة بعدها
كبيرة، وممكن تحصل جريمة تاني فيها الابتزاز لو كان هو مريض نفسي، دبل كمان او تريبل، ممكن يعمل حاجات بالصور والفيديوهات دي اشنع من الجريمة نفسها اللي هو مرتكبها. السلام عليكم.